احنا يعني بنعتبر حالنا من أسرة ديهاد، احنا بنشارك من عام تقريبا 2009 بشكل سنوي، وديهاد محطة بشكلنا محطة أساسية في شبكة العلاقات على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي من خلال التواصل أولا مع الجهات المشاركة كعارضين والزوار، واللي عم نلحظ في تخصصية أكثر عم بتصير بطبيعة الزوار واهتماماتهم. بيميز ديهاد دائما الثيمز اللي بطرحها، وهي بتشكل تحدي دائما، ابتداء هي بتلامس الواقع وبتشكل تحدي للمؤسسات اللي